كما يقول الشاعر انما الامم الاخلاق وما بقيت فانهم ذهبت اخلاقهم ذهبوا. فكري كنا نشوفه معلم ولا نهربوا. انا عملت مستحيل ودخل يقرا ولدي في الدار مع امهم صاحبين امهم اكثر مني. عسلامة. مسيو قلت لي الاخلاق تبدلت في تونس كيفاه؟ الاخلاق كما يقول الشاعر انما الامم الاخلاق وما بقيت فانهم ذهبت اخلاقهم ذهبوا. احنا الاخلاق هي اللي سلسله كامله معناها اذا الاخلاق طاحت كل شيء يتبع بعض. يعني انت تقول الصغار ما عادش يقد؟ اكيد الصغار ما عادش بكري كنا نشوفه معلم ولا نهربوا. قبل في الحومه كيفاش كنا كي كنا صغار؟ نقدروا راجل كبير، راجل كبير هو اهم حاجه. تو تو بوهم يقدروش. عندك صغار؟ الحمد لله. قد ايه عندك؟ عند الزولات. كيف في تربيتهم؟ صاحبهم؟ ما شاء الله صاحبهم. عندي الاولاني 19 معادل. تبارك الله. والثاني في الروض. شو يقرا 19 معادل تبارك الله؟ السنه الاولى. انت ملحق زاد؟ ملحق. يعني تبارك الله اللي ما حبش يقبلوا من الاول. عليه؟ هكاك وبعد كده تقبل ملحق. يعني التلميذ يكون ذكي ويكون عنده مميين به، علاش تونس هكا ديما كيف المدير ما يقبلوش متعايش؟ ممكن انا فهمتها هكاك ما نعرفش، المهم انا عملت مستحيل ودخل يقرا ومشي. قدمت مطلب، احكي لي كيفاش عملت ولدك باش دخل ملحق؟ عملت مطلب كيما تعمل الناس الكل. ايه المدير ملول ما وافقكش؟ والله حكايه اخرى مش في نهايه الامر المهم هو يقرا. نجم نحكيوها؟ لا صح. مش مشكل، المهم ولدك توا جايب لك الموايان. تحب نخلي علاقتي عندك الحق باش تخلي علاقتك من رجل اخويا، اما احنا توا نحكيو انه فما صغار تبارك الله جينيراسيون طالعه ذكيه وكبروا في وقت ثوره وكبروا في وقت حروب برشا مشاكل، كيفاش عامل ولادك باش تخليهم يتفاهموا معاك ويتواصلوا ويجي يحكي لك اخر نهار اش صار له؟ ولادي في الدار مع امهم صاحبين امهم اكثر مني، اما انا لازم ما عنديش اللي سهره لبرا، ما عنديش قهوه، ما عنديش حاجه، فهمت؟ كي نروح انا بعد الخدمه كل شيء نقعد مع ولادي. يعني انت وقتك ونهارك خدمه تروح تعطي وقت لولادك؟ اكيد. تعاون في مرتك في الدار؟ اكيد. المراه تخدم؟ لا ما تخدمش. يعني المراه قايمه بالواجب وانت تجي تعاونها، هذا مثال مثال التونسي. سنه هذيك سنه، مثال تونسي وهي سنه قبل تكون مثال تونسي هي سنه. ما حلاه التونسي كي يعاون مرته ويخصص وقته للصغار. برشا ناس لهنا يشوفوها عيب، انا راجل باش يعاون مرته، لا نعاون مرتي، فهمت؟ المرأة تكمل الرجل والرجل يكمل المرأة. أكيد أكيد 50% 50%. سجل مرتك تراه. سجل مرتي؟ إي. ما نعرفش كيما هي نص الثاني. تحبها؟ أكيد. زيتها عن حب؟ أكيد. قداش قعدت علاقتكم قبل العرس؟ قعدت أقل من عام شوي. حب اقل من عام وطولت فهمت وعرس وجبت صحيح. الحمد لله. الحمد لله، ما احلاها كي المرأة تكمل الراجل والراجل يكمل المرأة في تونس. الحمد لله. مازالوا عندنا رجال هكا؟ أكيد موجود 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 موجود. أنت تمثل لنا أنه مازال عندنا رجال هكا؟ لا موجود موجود، لا والله موجود.